اهلا بكم متابعي اوفياء قناه تيليماغوك، مرحبا بكم في هذه الوصله التوعويه حول فيروس كورونا المستجد. هذه الفقره جات تحت طلبكم انتم مشاهدينا عبر صفحه القناه تيليماغوك عبر الفيسبوك للاجابه على جميع تساؤلاتكم حول هذه الجائحه من اجل ازاحه اي لبس وتصحيح الاخبار المغلوطه اللي كيتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيرافقني خلال هذه الوصلة التوعوية من العرائش الطيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب بالقطاع الخاص، وبالتزامن مع رفع الحجر الصحي ارتفع نهاية الأسبوع الماضي أرقام الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع إلى تساؤلات كبيرة حول التدابير الوقائية بعد الحجر الصحي. إذن دكتور، غادي نبدأ بأول سؤال. بعد التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، ما هي أفضل طرق الخروج من الحجر الصحي؟ سؤال مباشر وجواب مباشر. أفضل طرق باش نخرجوا من الحجر الصحي، وأفضل طرق باش ما نرجعوش للحجر الصحي مرة أخرى، وأفضل طرق باش ما نتصابوش بالأمراض، هي الحماية للإجراءات الحاجزية الأخرى اللي كنا كنتكلموا عليها دائما، هي استعمال ديال الماء والصابون أو المطهرات، دائما مطهرات كحولية، هي التباعد الاجتماعي وما نمشيوش للازدحام، استعمال الكمامه، تهويه المنازل ديالنا، وما نقيسوش شيء الوجه ديالنا باليدين ديالنا قبل ما نغسلوهم. هاد الاشياء هذه عندها اهميه كبيره جدا. الى لاحظتوا باللي المنظمه العالميه للصحه في الاول ديال الوباء ما كانتش كتنصح باستعمال ديال الكمامات، ومن بعد سمحات باستعمال الكمامات ونصحت بها، وهذا الشهر هذا لانه كانوا في انتظار دراسات كبيره، دراسات اليوم كتأكد وكتعطي بأنه استعمال الكمامة في الفضاء العام، إلى استعملنا كلنا الكمامة غادي نحمي روسنا كاملين. اليوم الدراسات كتأكد بأنه استعمال ديال الكمامة كينقص الخطر ديال الإصابة 7 المرات. يعني إلى مشينا تلاقينا شي حد اللي مريض عنده المرض وكنا لابسين كلنا الكمامة احنا وهو، الخطر ديال المرض كينقص 7 المرات اذا كنا لابسين الكمامات بالنسبه الى ما كناش لابسينها. في دراسه اخرى اللي كتاكد كذلك، في دراسه لان دارتها المنظمه الصحه العالميه، وكاين دراسه اخرى دارت وتنشرت حتى هي في هذا الشهر هذا، كتقول بانه اذا تلاقينا شي حد مريض 85% ديال الاحتمال الاصابه كينقص اذا كنا لابسين الكمامات، اذا كنا احنا لابسين الكمامات وهو لابس الكمامه. فاذا اليوم استعمال ديال الكمامات بحال اللي درت بلادنا في البدايه ديال ابريل، استعمال الكمامات في الفضاء العام هي مساله ضروريه. اليوم في العالم كاين اللي كيفرض استعمال الكمامات فقط في الاماكن المغلقه او الازدحام، حنا في المغرب من النهار الاول كنستعمل الكمامات في الفضاء العام، وهذا احسن شيء. الا مشينا مثلا، هذا لاحظنا شنو هو الفرق الكبير، الا تكلمنا على التباعد الاجتماعي شنو الاهميه ديالو، علاش خصنا نحافظوا على التباعد الاجتماعي؟ حيت كنلاحظوا بانه الناس اللي كيخرجوا للزنقه كاين اللي كيلبس الكمامه وكيعتقد بان بوحده كتكفيه، لا، الكمامه خصها الاشياء اخرى تكون معها. دراسات اليوم كتاكد اللي عاد خرجت هذا الشهر هذا بانه التباعد ما بينك وما بين الانسان متر واحد كتنقص الخطر الاصابه 4 المرات، وكل ما زدنا مترو فوق مترو كل ما كتزاد تضاعف ذاك الحمايه ديالنا. مثلا ملي كنوصلوا لجوج المترو او متر ونص، المترو 3 المترو، كل ما كانت مسافه اطول كل ما الحمايه ديالنا اكثر. اذا استعمال ديال المطهرات، استعمال ديال الماء والصابون، الكمامات كتحمينا 7 المرات اكثر من اذا ما استعملناش الكمامه في الفضاء العام. والتباعد الاجتماعي كلنا، هادو حنا كلنا الا كنا كنطبقوهم في الشارع العام راه حنا كنحميو روسنا، هذه الحمايه ديال نفوسنا كنحميو روسنا يعني بشكل كبير جدا، ما حنا نصابوا نصيبوا الاخرين ووليداتنا، وغنحميو بلادنا من انها يوقع فيها شي انتكاس ولا توقع فيها الرجوع ديال الحالات ديال الكورونا بشكل كبير. فاذا هذه هي الاهميه ديال الاجراءات اللي خصنا نتبعوها، وهادشي اللي خصنا نتبعوه من دابا الى حتى يتم القضاء على الوباء باذن الله بشكل نهائي. دكتور، قبل ما ننتقل للسؤال الثاني، هناك بزاف ديال الناس ولينا كنشوفهم انهم كيخرجوا الشارع العام بدون كمامات، يعني ما كيحترموش التباعد الاجتماعي، وكيظنوا ان رفع الحجر الصحي هو مرتبط برفع يعني حاله الطوارئ الصحيه، هناك واحد الخلط بين المفاهيم. جوج الاخطاء مزيانين نبهتي ليهم. اولا الناس كتغلط ما بين رحنا كاين رفع الحجر الصحي وبان الموضوع راه انتهى، يعني الطوارئ الصحيه انتهت، وهذا خطا. الناس خص يعرفوا بانه الرفع التدريجي ديال الحجر الصحي هي الناس تخرج من الديور ديالها تمشي للعمل ديالها تمشي للفضاء العام،
ولكن الاجراءات الاخرى بقى مستمره وغتستمر دابا وغتستمر لعده اشهر. الحاجه الثانيه هي الناس كتعتقد بانه الرفع من الحجر الصحي، وهذا واحد الخطا، الا رفعنا من الحجر الصحي معناه الخطر راه زال، ولهذا الا كانت الدوله زولت الحجر الصحي اذا الخطر راه ما بقاش، اذا ما كاينلاش نديروا لا ماء صابون ولا كمامه ولا تباعد، وهذا خطا كبير جدا. الحجر الصحي ترفع لاننا تحكمنا في الفيروس، وتحكمنا في الفيروس حيت كان راه الحجر الصحي وكنا كنديروا الاجراءات. اليوم باش نخرجوا للفضاء العام وما يكونش الخطر ديال نرجعوا عاود للحجر الصحي، كيخصنا نحافظوا على الكمامات. الخطر مازال بيناتنا، من حدنا ما لقيناش الحل النهائي ديال الوباء، الخطر مازال كيتجول بيناتنا، مازال كيدور في المدينه، مازال كيدور في الباديه، وكاين احتمال كبير باش نتصابوا، كاين احتمال كذلك باش الاصابه تزاد. ولهذا الرفع الحجر الصحي ما كيعنيش بانه الخطر راه زال. الحجر الصحي رفعناه وترفعته الدوله وكترفعه تدريجيا، لانه هناك تحكم في الوباء ماشي القضاء على الوباء. واضح. ننتقلوا للسؤال الموالي. هل انخفاض معدلات الاصابه بكورونا في الصيف له علاقه بدرجه الحراره؟ كذلك الكثير من الناس ماشي في المغرب، في العالم كامل، كتعتقد على انه يعني غادي يجي الصيف والمشكل ديال الفيروس نتاعها، وهذا خطا. اولا ما كاينش انخفاض ديال العدد ديال كورونا حيت الصيف وصل. الا شفنا مثلا الان البرازيل غادي نلقاو فيها الاعداد، يعني البرازيل اللي بدا فيها الوباء وما بغاش دير الحجر الصحي بسبب الموقف ديال الرئيس ديالهم، يعني ما فرضوش الحجر الصحي من الاول ديالو، الان تقريبا وصل ل 50,000 الوفيات في واحد الخمسة الاسابيع ولا ستة الاسابيع، والحالات تزداد. الولايات المتحده الامريكيه اللي كان فيها ما كانش فيها التزام من الاول ديال رئيس الدوله بالقرار ديال الحجر الصحي، وكانت فيها مظاهرات مؤخرا وكان فيها الازدحام، الحالات الوفيات 1000 حاله يوميا بقى مستمره، ما بغاش تهبط عندهم الحاله ديال الوفيات اليوميين. فاذا الدول اللي فيها نقصات الحالات ديال الحجر الصحي هي الدول اللي اخذت اجراءات قويه، اما الحجر الصحي اما الاجراءات الاخرى اللي فيها الكشف. وهذا علاش؟ لانه الدراسات شنو كتقول؟ الدراسات كاين واحد العدد الدراسات كتقول ودي باللي يمكن الضوء ديال الشمس بعد لي رايون لي زيترا فيولي عندهم تاثير على الفيروس، الحراره ديال الشمس عندها تاثير على الفيروس، ولكن هذه الدراسات كتبين بان التاثير ديالو ضعيف جدا. في وسط لابوراتوار تبين بانه درجه الحراره من 16 ل 25 درجه، الى زدنا درجه ديال الحراره كل ما زادت الدرجه كنقصوا 4% من انتقال الفيروس، هذه داخل المختبر. ومن فوق 25 درجه ما كتبقى حتى شي فائده ديال ارتفاع الحراره على الفيروس. بالتالي الخبراء كيقولوا اليوم بانه كيمكن يكون الاشعه ديال الشمس وارتفاع ديال درجه الحراره كيمكن يكون واحد التاثير طفيف على انتقال ديال الفيروس، ولكن هذا التاثير هذا بصفه نهائيه ما كيحميناش من الاصابه بالفيروس، وما كيحميناش من انه الوباء يعاود يظهر مره جديده. خص نذكروا بانه في العشرات الاوبئه مثلا الدراسات كتقول العشرات الاوبئه اللي مرت في 250 سنه الاخيره في اوروبا، الاوبئه جوج الاوبئه ثلاثه الاوبئه انتقل في الصيف بداوا، ثلاثه الاوبئه في الخريف، جوج الاوبئه في الشتاء، ثلاثه الاوبئه في الشتاء وثلاثه في الصيف، وجوج في الخريف وجوج في الربيع. فاذا كيمكن يكون المرض في وسط الصيف وكيمكن يستمر في وسط الصيف. وإلا لاحظتوا اليوم راه كاين دول اللي كان كينقص عندها المرض لانها اتخذت اجراءات، وملي دارت رفع الحجر الصحي ودارت التخفيف ديالو، الان حنا كتلاحظوها في اسيا وفي المغرب وفي اوروبا كاين الرجوع ديال حالات الحجر الصحي. كذلك خصنا نعرفوا باللي الدول ديال الخارج عندها الحراره مرتفعه والفيروس كان كينتنقل بهم وباقي كيتنقل بشكل كبير، وهذا دليل على انه اللي كينقص من الحالات ديال انتقال الفيروس هي الاجراءات، هو كان الحجر الصحي، وملي كيترفع الكمامه، التباعد الاجتماعي، الماء والصابون، والتهويه المنازل ديالنا، هذه كل اشياء مهمه. واضح. ننتقلوا للسؤال الموالي. هل يحمي التدخين من الاصابه بفيروس كورونا؟ كذلك هذا واحد الدراسات صغيره كانت دارت، شنو الاصل ديال هذا المشكل اللي علاش هذا السؤال كيتطرح وهذا الاعتقاد كيتطرح، هو ان واحد الدراسات دارت ديال الناس اللي في السبيطارات بسبب كوفيد، ولقوا بانه النسبه في واحد الدراسات صغيره لقوا بانه النسبه الناس اللي كاينين عندهم في المستشفى، النسبه ديال المدخنين هي اقل من النسبه اللي كاينه في داخل المجتمع ديال المدخنين. ولكن الجميع الان منظمه الصحه العالميه موقف واضح، هذه الدراسات صغيره جدا
وما عندهاش ما يمكن ليناش نستخلصوا منها نتائج بانه التدخين راه كيحمي عن طريق النيكوتين. هناك دراسه الان كتجرى باش نشوفوا العلاقه ديال النيكوتين بالفيروس. اللي مؤكد هذه اشياء باقي كتدرس، ولكن اللي هو مؤكد اليوم هو انه التدخين، الناس اللي كيدخنوا تدخين من العوامل ديال الاختطار ديال المرض، يعني الناس اللي كيدخنوا كيكونوا معرضين للوفيات والحالات الخطيره اكثر من غير المدخنين. هذه حقيقه ثابته داخل اقسام الانعاش وداخل المستشفيات. الشيء الثاني هو انه التدخين اصلا هو كيتسبب في واحد العدد ديال الامراض ديال التونسيون، امراض ديال القلب، امراض ديال الشرايين، امراض ديال التنفسيه. هذه الامراض هذه اللي حتى هي من الاسباب ديال الوفيات الكبيره ديال كوفيد 19. فاذا اللي هو مؤكد هو انه الناس اللي كتدخن وكتصاب الفيروس كتكون عندها الاحتمال ديال الخطر والوفاه بكوفيد اكثر من الناس اللي ما كتدخنش. كذلك بالنسبه للمهنيين الصحيين احنا دائما كننصحوا الناس باش يقطعوا التدخين في اقرب فرصه ممكنه. علاش؟ لانه ملي كنقطعوا التدخين في 20 دقيقه من بعد ما قطعوا التدخين الضربات ديال القلب والضغط الدموي كيبقى ينزل باش يرجع للمعدل ديالو. 12 ساعه من بعد ما قطعوا التدخين النسبة ديال المونوكسيد الكربون في الدم كتولي عادية. ما بين جوج إلى حتى 12 سيمانة من بعد ما كنقطعوا التدخين الدورة الدموية كتحسن والقوة ديال التنفس ديالنا كتحسن. شهر إلى حتى 9 شهور ملي كنوقفوا التدخين الكحبة كيمكن لها تمشي وذاك العياء والسخفة ديال التنفس كيمكن تختفي. فإذا التدخين مضر للصحة والتوقف على التدخين هو واحد يعني واحد ضرورة صحية ما كاينش مناقشه فيها. والناس اللي كيدخنوا كيعرضوا ملي كيتعرضوا للكوفيد كيكونوا كيتعرضوا لاصابات خطيره، كيمكن يتعرضوا للوفاه اكثر الناس اللي ما كيدخلوا شيء. الاشياء اخرى كانت دراسات صغيره اللي هي راه كتدرس باش يتشاف شنو هي العلاقه بالضبط ما بين النيكوتين وما بين كوفيد. وما ننساوش بان واحد العدد ديال الدراسات صغار اللي كانت كتقول ودي الناس اللي عندهم جروب مثلا اوريزيس بوزيتيف ما عندهمش الحالات الخطيره، الناس اللي كتناول بعض النيغوليتيك بعض الادويه ديال الجهاز العصبي، هذه كلها دراسات صغيره جدا كتكون فقط للاشاره، ما كيمكن لينا نعتمدوا عليها حتى كتكون اذا دراسات معمقه وكبيره وعلميه ومراجعه عاد كيمكن لينا نعتمدوا على الخلاصات ديالها. شكرا دكتور طيب حمدي رئيس نقابة الوطني للطب العام، شكرا على جميع التوضيحات اللي قدمتيهم لنا في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذا العدد، شكرا على طيب المتابعة، نلتقي غدا في نفس التوقيت على نفس قناة تيليماروك. دمتم سالمين، إلى اللقاء.